بالنسبه للمحطه الطرقيه والاستعدادات ديالها فديما كتكون قبليه من بعد الجماعات قبليه في هذا الاطار هذا، هيئنا الظروف باش تكون مناسبه لجميع المواطنين باش يمشيو بخير وعلى خير بما فيهم الحافلات او حتى الظروف ديالهم ديال المحطه الطرقيه. فمن بعد الاجتماعات اللي قمنا بها سواء داخل المحطه الطرقيه او لا على صعيد ولايه الجهه انبثقت عليها لجنه اللي كتسهر على هذه العمليه هذه مكونه من جميع المتدخلين في هذا القطاع هذا من امن وطني، سلطه محليه، قوات مساعده، ومراقبات النقل، مفتشيات النقل، وكذلك الادارات المحطه الطرقيه بالطبع اللي حاضره وكتسهر على هذه العمليه هذه. فالحمد لله ان لحد الان في الظروف جد جيده، مع العلم ان السنه هذه حنا كجرات العاده بان وراه في 22 23 رمضان كتبدا التوافد او بدايه التوافد على المحطه الطرقيه او بدايه السفر، الا ان للاسف هذه السنه هذه ما كاينش ذاك التوافد اللي هو مهم، ماشي على محطه مراكش ولكن يمكن على صعيد المحطات ككل. هذا يمكن كيتزامن مع ان مباشره مورا العطله ديال العيد كاينه عطله ديال العطله المدرسيه، يمكن هذا هو اللي خلى واحد التاثير شي شويه على حركه السفر. بالنسبه للمحطه الطرقيه ومن بعد الاجتماعات السابقه مع السيد ولي الجهه اللي كان من 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 من, من النقاط ديالو او من الارشادات ديالو او من النصائح الحمد لله ديالو بانه قال لنا نعاود نطوروا الخدمه داخل المحطه الطرقيه، لهذا ارتئينا بانه هو نزودوا المحطه الطرقيه بواحد النظام معلوماتي باش ما يبقاش يتعاملوا مع المواطنين يتعاملوا مع الوسطاء او الدخلاء على القطاع، يولي المواطن مباشره يتعامل مع الشباك وعنده الحق ريزيرفي حتى في اي وقت هو بغى يصور فيه غادي 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 يكون موفر ليه الظروف ديالو. هذا النظام المعلوماتي هذا اللي كيتساير حتى وكذلك مع تطور المحطات او المحطات النموذجيه كذلك بالمغرب، الحمد لله اللي حدينا احنا بدينا فيها على اساس غنوجدها كلها ان شاء الله من هنا بدايه ديال ديال ديال, ديال, ديال العطله الصيفيه. هذه العمليه هذه الحمد لله اللي كتلقى واحد الاستحسان ديال جميع المواطنين، وكنكونوا حتى حافظنا حتى على المنع المضاربه في الاثمان. كان بيشكر هذا المره السيد وكيل جلاله الملك اللي تو متبع معنا الامور عن كتاب، السيد ولي الجهه والسيد وليد الامن كذلك الحمد لله، لانه الناس تاع الامن صاهرين معنا وقمنا بعده حملات استباقيه من اجل محاربه جميع الشوائب اللي قدرت توصل المواطن داخل المحطه الطرقيه. وكنتمنوا سفر سعيد للجميع وعيد مبارك للجميع وتحيه. الرواج الرواج ما كاينش الرواج دابا، الرواج خاويه المحطه العواشير دابا. انا مناسفي دابا جايبي سبعه البلايص، مناسفي سبعه البلايص اللي عندي في الكار كامل جاي خاوي، والكيران كاملين ما كاينش شحال من واحد عامانك، كاين اللي كيشرك ثلاث سوايع اربعه وما كيديش حتى سته البلايص ولا سبعه، الاخرين كلشي مانك، ما كاين والو خويا، بنادم ما ضايرش، ما كاينش كاع، ما خارش بنادم كاع، ما كاينش، انا ما سافر والو، ما كاينش بنادم، ما سافرش هذا العيد، ما سافرش فيه بنادم، ما خرجش كاع فيه بنادم، الله يحسن العوال الغلاوات، بنادم مع الغلا ومع كذا، بنادم ما خرجش، الله يحسن العوان، ما خرجش بنادم كاع. العيد موالفين كنخدموا في العيد، هذا العيد ديال رمضان موالفين كنخدموا فيه في العواشر، نخدموا فيه واحد السيمانه ولا كثر كاع تخدم فيه مزيان، ولكن دابا ذاك الكيران دابا راه موقفين وما واقفين، ما كاينش، ما كاين والو خويا، خاوي الوقت ما كاين حتى شي حاجه، بنادم ما كيسافرش كاع، الله يحسن العوان، بنادم فيما صد ما كاين على الشحيط، ما كاين على الغلا، الغلا بزاف، بنادم ما كاينش، ما تلاش قدي اكي اللي كيمشي معاك دابا كذا يمشي معاك مسكين وكيقول لك والله ما عندي، كتقول يقول لك والله يحلف لك والله ما عندي وكنت ديه والله العظيم. الله يحسن العوان، الله يكون في العوان وصافي. شوف المعيشه هذا الثمن طالع في اي حاجه ديال المعيشه، في مصد بنادم كياكل العصا، ما كاينش الله يحسن العوان، ما كاينش اخويا، هادشي اللي هادشي كيخلع هادشي، والله الله يدير شتاويل ديال الخير اخويا، وهادشي بزاف اصاحبي. لا شوربه دابا